السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بخير وحج مقبول لكل الحجاج إن شاء الله. أنا فوميو إيواي سفير اليابان بالعراق. حبيت اليوم أعيدكم من نصب الشهيد اللي بنت شركة يابانية بال83، وهذا تكريما لكل شهداء العراق الأبرار اللي بتضحياتهم وتضحيات أهلهم تحققت نجاحات والإنجازات الكبيرة بالموصل وطرعفر وقبلها هوايا. بس أنا اليوم مو وحدي هنا، فتعالوا يا حبايبي وياي.